حركة الحمام بالسماء راحتهم جايتهم حكمة إلهية، يدورون رزق ويطيرون ويفرحون ويذكرون الله ويصلون على النبي. وأغلبهم يعني سبحان الله، شوفوا زرافات زرافات، جروبات مثل الواتساب، الله الله، كلها تدور رزق وأكل، وهذا عامل النظافة، الله الله الله، ما يدعمون. قدرة الله، اليوم الجمعة صبحية مباركة إن شاء الله، 22/11/2024 الموافق 19 جماد الأولى 1446 في دولة الكويت، هذيك العاصمة. كل من يدور رزقه، جمعة مباركة، بس صل على النبي اللهم محمد عليه الصلاة والسلام. هاي حمامة رايحة بروحها قريب، والطيور والبلابل يعني، وكاكا يوسف وغيرهم لهم، بس رزق وفي السماء، وهذا واحد رايح من هناك مجنة. والله طب على الشبات قاعدين، وهذا الحمام البري بعد وياهم، الله 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 الله، شوف تعليمه كله ناس مشربه.